من فرح إلى فرح. أولا الفرح لحكومتنا الرشيدة إن طلعنا الفضاء والحمد لله يعني حققنا نتائج طيبة. والفرح اليوم بلقائنا معاكم يا عتيبة اللي سويتوا هذا الحفل تكريم للشمري ابن عمنا واخونا والزهراني ابن عمنا واخونا. ولي غريبة عليهم ان يسوون هذا ولو كنتم مكانهم سويتوا اكثر. وانتم عتيبة اهل الطيب قبل اليوم. الله ولا قصرت وحنا تشرفنا بالمجيء والمعرفة بكم هذا فخر. الله يرحمك. حسن بن علي بن عويد بن جدي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا سلفا نقول الحمد لله حمدا كثيرا والحمد لله حمدا مديدا على سلامة أخونا صايل أبو عبد الله وأبنائه، عسى ربي يحفظهم ويرزقه برهم وصلاحهم. ونشكركم ونشكر القائمين على الحفل. أنتم أهل الوفاء طال عمرك، الله يطول عمرك، وقصيدكم وافي واستقبالكم وافي، والله يعزكم ولا يعز عليكم. وطال عمرك هذا الأمر اللي قمنا فيه واجب وطني قبل أي حاجة، هذا اللي أخذنا عليه من ولاة أمورنا، عسى ربي يحفظهم، الله يعز دولتنا وحكامها، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مرحبا مرحبا والله، ترحب السيل فيك وفي علمك الطيب وفي عبد في سالم وعلمها الطيب وبكل من حضر. مرحبا والله ترحب السيل، مرحبا لنا في المرحبا، واللي قدمته عمل جليل تشكر عليه، الجزاء ما نجزيك فيه يجزيك رب العالمين بالجنة اللي ندعي لك ان الله يجزاك بها ليل نهار، عرفت ولا لا؟ الامر الاخر صار من شمري طال عمرك، الساعة المباركة والله اللي تشرفنا فيها بحضورنا عندكم هنا. اخوي ابو عبد الله بيض الله وجهك، ما قصرت طال عمرك، احنا طال عمرك ما سوينا شيء، وهذا طال عمرك لو ان اي واحد فيكم طال عمرك والله ما قد يفكر بالموضوع ابدا. وانت والحمد لله على السلامه وسلامه عيالك سلم عمرك طيب اعمالك وانتم يا الهيله والله ما قصرتوا، بيض الله وجهكم وعدكم بيضاء. وانا والله شيء سويته طال عمرك ما دورت من وراه جمايل، لكن انتم احرجتونا بطيبكم احرجتونا بجمايلكم، بيض الله وجهكم، جعل والديكم الجنه، ما تشوفون مكروه ان شاء الله. فعلك بطولي ولو هو بالجزه والله ما نجزاك، لو ندفع كل اللي نملكه ولا بكم مكسور. الحمد لله على سلامتكم وسلامة عيالنا على ما قال، والله يوفق وندل هذا على ما قال طيبهم كلهم وهمه، مو هو بس على ما قال شمر وعتيبة، لكن انتم الله يجزاكم بالخير ويكثر على ما قال من امثالكم، وكفيت ووفيت وسويت اللي عليكم وزود، والله يجزاكم بالخير ويحفظكم من كل شر ان شاء الله. سلامي عليكم جميعا. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. اول شيء نشكر معازي بن عتيبه بيض الله وجههم على هذا الكرم الحاتم الغير مستغرب، و ما راح نشرح الموقف، الموقف هو شارح نفسه، لكن لسان حال سالم الشمري سالم بن جدي العبدي الشمري يقول لعن ابو جد المواقف كان ما جاب من قوي بكرتي بوسم الطنايا تنكوى. وكذلك قالوا في عتيبه ابناء شمر منذ الازل قالوا لقيت بالعتبان خمسه عذاريب، الطيب والنخوه وتقدير الاجناب، دون الخوي ياطون حر الواهيب، ونحدت الدنيا يفكون الأشناب. ألف ألف شكر على هذا الاستغلال، بيض الله وجهكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله المعروف باقي بين الرجال وبين المسلمين، ولا ينقطع المعروف أبد، والمعروف له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، والله مدحه في سورة منتدح الله فيها، قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، والله سبحانه وتعالى مدح في سورة الرحمن، قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والمعروف يعني بين القبائل وبين المسلمين يعني شأن عظيم والحمد لله، والناس لهم وصل بعضهم بعض. ها، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال الخير في أمتي لا قيام الساعة، الخير في أمتي لا قيام الساعة. نعم، وهذا معروف الحمد لله رب العالمين بين القبائل وبين يعني رفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله اللي جمعنا في هذا المكان الطيب بمناسبة سلامة ابن صايل ابن عبد الله العتيبي وابنائه من حادثة الغرق على يد المنقذين الزهراني والشمري. والحمد لله والشكر لله، هذا فضل من الله، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ومهما نفعل مهما نقدم
في حفل التكريم اللي قمنا به لهم، ما نوفيهم حقهم، معروفهم باقي في أرقامنا إلى أن تقوم الساعة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لأخونا صائل ولقبيلة عتيبة على نجاح هذا الحفل الكبير، ونحمد الله أن يسره وأتمه على أفضل وجه. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على سلامة أبو عبد الإله، وهذا فضل من الله على الجميع، فضل الله سبحانه وتعالى أن نجح عبد الإله، فضل الله سبحانه وتعالى أن كسب سالم والزهراني الأجر وهذا المكسب، والحمد لله على الجمعة وعلى السلامة، وبيض الله وجيه عمامي وشيوخنا اللي حضروا وعيال عمي اللي حضروا وعتيبة اللي على قولتهم ودوا الواجب وأكثر. شاكر لكم. مرحبا بكم. أنا ما عندي كلام، أقول أتعبتونا يا عتيبة، طيبكم وجمالكم وعلمكم الغانم، وحلنا وياكم واحد، لكن نقول الحمد لله على سلامة عيالنا اللي الله جمالكم، ونشكر أخونا سالم والسهراني عبد السلام، والكلام والله يقلبكم يا عتيبة، والله يقلبكم، وعسى الله يطول عمركم معكم أقابض طوال. الحمد لله في هذه الليلة الطيبة نحتفل بمناسبة سلامة ابني صائل بن عبد الله وأحفادي من الغرق، نحتفل بسلامتهم من الغرق، ونشكر الله سبحانه عز وجل شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما أشكر جميع الأخوة الذين حضروا وشاركوا وهنأوا، نشكرهم شكرا جزيلا من الأعماق، كما أشكر سناب عتيبة الرسمي على تغطيته للمناسبات الطيبة وحرصه على حضور مناسبات القبيلة، ومشكورا للأعماق كذلك، ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم في مناسبات سعيدة أخرى إن شاء الله. في ختام حفل المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وتكبد عناء السفر، ونقول حللتم أهلا ووطأتم سهلا. الأمر الآخر، أحمد الله على سلامة أبنائي من حادثة الغرق، وأشكر الله على كل حال، وأشكر الأبطال عبد السلام الشمري وعبد السلام الزهراني وسالم الشمري، وأشكر قبيلتي تاجي قبيلة عتيبة على مقامهم المشرف معي، على تكبدهم على السفر وعلى وقوفهم معي بالكبيرة والصغيرة. أجدد وأكرر الترحيب وأقول أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.